يود جاسم أن يغير مقدم خدمة الاتصالات الخاص به، لكنه يريد أن يتجنب متاعب الحصول على رقم جديد. الآن في قطر يمكنك تغيير مقدم الخدمة دون أن تخسر رقم هاتفك، وذلك بفضل خدمة نقل أرقام الهاتف الجوال. وإليك الطريقة، توجه لزيارة أحد متاجر مقدم الخدمة الذي تنوي التحويل إليه. وقم بتقديم بطاقتك الشخصية القطرية سارية المفعول أو جواز السفر وتعبئة استمارة طلب التحويل. سيطلب منك إرسال رسالة قصيرة SMS لتأكيد طلبك. ستتم عملية التحويل في غضون يوم واحد وسوف يتم تأكيد انتقالك إلى مقدم الخدمة الجديد. لا تنسى أن تتأكد من قراءة الشروط والأحكام الخاصة بمقدم الخدمة الجديد الذي تود التحويل إليه. عند انتقالك إلى مقدم الخدمة الجديد ستحصل على شريحة جديدة، وبذلك ستخسر نقاط الولاء أو الرصيد المتبقي أو بيانات الخدمة الأخرى المرتبطة مع مقدم الخدمة السابق. لذلك احرص على استخدامها قبل التحويل. لا تنسى أيضا دفع جميع الفواتير مستحقة الدفع لمقدم الخدمة السابق الخاص بك قبل التحويل، وسيكون لديك 30 يوماً فقط لتسوية الفاتورة النهائية. منح المستهلكين حريه الاختيار من خلال خدمه نقل ارقام الهاتف الجوال وهو ما سيعمل على ازدهار المنافسه في قطر وكذلك خفض الاسعار. للمزيد من المعلومات حول الخدمه يرجى زياره number .qa numberportability او الاتصال باحد مقدمي الخدمه.